الهيدروبونيك وزراعة الأزولا وزراعة المحاصيل الاستوائية مثل الأفوكادو والجوافي والمانجا والباشن فروت والقشطة والدراجون فروت، أيضا تربية الدواجن والبط وزراعة الألوفيرا، الحصاد المائي من حصاد الأسطح والسويلات وبيوت الطين وزراعة النخيل وزراعة الموز والعديد من المواضيع اللي بتخص البيئة والزراعة المستدامة. أيضا عمل مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية مثل جايكا ونيكود وجي آي زد، أيضا صندوق الهاشمي، وهو الآن باحث في المركز الوطني للبحوث الزراعية. تفضل مهندس مجدي، راح يكون عندك المحاضرة اليوم عن الأسمدة العضوية على مستوى المزرعة، على مستوى المنزل والحدائق المنزلية والمطبخ، وأيضا راح تحكي لنا عن الألوفيرا وعن الأزولا. تفضل مهندس مجدي. تسلم، يا الله يا رب يزيد فضلك. دائما بتشرفينا بحضورك دكتور، دكتورة دائما مميز. بشكر الشبكة النسائية على هالاستضافة، وصراحة اليوم كان طويل لأنه كنا بنعطي كورس في نفس الموضوع اللي عم نحكي عنه اليوم إن شاء الله، موضوع تصنيع الكومبوستينج من ضمن منظومة البيرماكلتشر اللي اليوم قمنا فيها بتدريب أهالي سويمة مزارعين على منظومة تصنيع الأسمدة العضوية بنظام البرماكلتشر. طبعا أول إشي بشكركم جميعا على سعة صدركم وعلى حسن استضافتكم. بحب اليوم أبلش بالحديث بشكل مفصل صراحة، عن قبل نبلش نحكي عن موضوع تصنيع الكومبوستينج وعن عملية استزراع نبات الأزولا وعملية إقامة المزارع الريد ويجلر المنزلية. طبعا اللي بنحكي فيه كل هذا أحد المنظومات اللي بتدعم منظومة الاستدامة الزراعية حول الحديقة المنزلية. صراحة الوقت اللي احنا بجوز نمضي اليوم، حاب اليوم انكم تتعرفوا على المبادئ الأساسية اللي ممكن تساعدنا في إقامة النماذج المستدامة في منظومات الحدائق المنزلية، واللي بتكون السيدة هي صاحبة القرار وهي اللي بتكون بتدير أمور هاي المنظومة. فحتى نحكي وين موقع تصنيع الكومبوستينج في الحديقة المنزلية واستزراع نبات الأزولا اللي هو العلف البديل، لازم أول شيء نتطرق إلى أين ممكن أن نصمم مكان لهذه المنظومة. فبنرجع نحكي عن البيرماكلتشر والزراعة المعمرة بداية، لأنه في كثير من الزملاء وكثير من المزارعين حتى المهتمين في منظومة الزراعة العضوية المستدامة ما بيعرفوا عن البيرماكلتشر، ما بيعرفوا شو معناها. فلما أنت بدك تيجي تحكي له أنه أنا بدي أصنع الكومبوستينج، هي مراحل متقدمة. لازم في البداية أول شيء نعرف إيش إحنا عم نحكي عن شو، يعني ليش إحنا بدنا نصنع مادة الكومبوست، أو ليش بدنا نربي الأزولا. فقبل هذا المربعين اللي هم طبعا متماسكات في عملية تصميم نظام الزراعة العضوية المستدامة، لازم نعرف شو هي الزراعة المستدامة أو الزراعة المعمرة. احنا الآن في المركز الوطني أطلقنا عليها اسم الزراعة المعمرة. صراحة تعريفي للبيرماكلتشر هي زراعة الأجداد، هي بالضبط هي زراعة الأجداد. كيف كانوا جدودنا يتعاملوا مع القطاع الزراعي ما قبل الثورة اللي هي الكيميائية أو الزراعات الوحدية. فبتعرفوا أنتم بالعام 1946 بلشت تختلف النظرة للقطاع الزراعي بعد ما صار في ثورة علمية في مجال إنتاج الأسمدة الكيميائية. من هناك انطلقت اللي هي شرارة التوسع
في الزراعة لإنتاج أكبر كم من المنتج الزراعي في وحدة المساحة الواحدة الثابتة. فهون صار الخلل البيئي في الزراعة العضوية المستدامة. وانبثق عن هذا الشيء مدرستين. المدرسة الأولى اللي هي زراعة الأجداد اللي كانوا هم متوارثينها جدا وكابر عن كابر جد عن جد. بس لما اجت الحرب العالميه الاولى والثانيه بلشت في هنالك مجموعات من الناس اكتشفت بانه ممكن اني ادخل العنصر الكيميائي لزياده رقعه الانتاج من مساحه الارض بغض النظر عن الايكو سيستم الموجود. كان الهدف هو تجاري محض، وكان في تحدي مجاعات في العالم، فكان في عذر قوي لهم بانهم ينطلقوا بكل قوه انهم هيحلوا مشكله في الإنتاج الغذاء والأمن الغذائي. كان هذا المبرر لحتى ينطلقوا ويأخذوا الكريدت لحتى يغزوا العالم ويتم محاصرة الزراعات العضوية المستدامة. والتفوق خلال العقدين الماضيين كان طبعاً لصالح الزراعات الأحادية، بينما الناس المتوجهة في عملية الاستنساخ وعملية التوجه للتكنولوجيا الحديث من النانو تكنولوجيز والهيدروبونكس والايربونكس وكل الأنظمة الزراعة الحديثة، غفلوا عن أنه الكون له ميزان، واللي إحنا الآن عم ندفع ثمن أنه إحنا غفلنا اهتمامنا بأنه حتى لو كنت أبدأ أتوجه في إنتاج الأغذية بشكل استراتيجي وبشكل كوميرشال لازم أحافظ على المنظومة البيئية اللي حوالي. يعني ممكن أني أنا أعمل نظام الهيدروبونيك لكن يكون من ضمن منظومة تحمي هالجزئية في الإنتاج، يعني بستخدم التكنولوجي العمودي مش الأفقي. فهم الآن وقعوا في مطب في العالم كله، طبعا من هذا الكلام مش في الأردن، هذا الكلام الآن انتشر في معظم أنحاء العالم، في كل العالم مش في الأردن، مش حصرا في الأردن. بيل ميلسون مبتكر نظام الزراعة المعمرة، هذا البروفيسور بالعام 1972 انتبه لهذه النقطة، فقرر أنه يدمج ما بين العلم القديم المتوارث والعلم الحديث لحتى يصل لحالة من التوازن ما بين هالمدرستين حتى ينتج شيء نستطيع أنه نعيش فيه ويحافظ على الإيكو سيستم وبنفس الوقت يحافظ على العلم في إنتاج البذار المحسنة اللي ما تكونش ملعوب فيها وراثيا، يعني دخلها من منظومة الإثيكس المبادئ. كل العلماء بتوجهوا وبيغفلوا منطق الإثيكس والمبادئ. ففي البيرماكلتشر في هناك مبادئ وأخلاق تحكمك في تصرفاتك وفي قراراتك اللي أنت بدك تتخذها لتحسين معيشة البشر. تعريف بيل ميلسون للبيرماكلتشر بسيط جدا، لما سألوا حكى لهم It is a living style system، بس هو أسلوب معيشي للبشر. طيب يا بل منين أنت جبت هذا السؤال دائما كانوا يطرحوا عليه، منين جبت علمك؟ يعني أنت الآن منين جبت علمك؟ حكى لهم من مجموع الترحال اللي أنا لفيت فيه العالم. أول ما بلش يدرس الأنظمة الزراعة العضوية المستدامة راح على غابات الأمازون وقعد هناك تقريبا 4 سنوات، درس الإيكو سيستم المتبقي الوحيد اللي هي الرئة اللي بتتنفس منها الكرة الأرضية في غابات الأمازون. فدرس المنظومة هناك لحتى وجد بأنه سر نجاح استدامة النبات في غابات الأمازون اللي هي عملية تكوين الأسمدة الطبيعية اللي هي الكومبوست من عمليات اللي بتتم في الغابة، الطيور راكدة على الأشجار بتقوم بعملية التغذية، بعدين الفيسز تبعتها تنزل على أوراق الأشجار، تجي الأمطار
بصير فرمنتيشن تحلل، بصير طبقه من الهيوماس اللي هي بدايه تكوين ماده الكومبوست، بتغذى عليها الجذور اللي هي قريبه من سطح الجذور الفعاله اللي قريبه من سطح الارض. تعرفوا بانه من مجرد ما تسقط الورقه في غابات الامازون حتى تسقط على الارض تحتاج ليوم ماكسيمم 48 ساعه تتحلل بالكامل نتيجه نشاط الحياه البيولوجيه في التربه. وتكتشفوا شغله بان عمق التربه الزراعيه ما بيتجاوزش النص متر، لانه هي تربه رمليه على فكره في غابات الامازون. لما عملوا بيعملوا مقاطع بعرضيه بالغابات بيلاقوا بانه بيتفاجئوا بانه التربه الفعاله فقط عمقها نص متر، بس كلها عباره عن عمليات فرمنتيشن لما تحلل، يعني عباره عن عمليه بيولوجيه سريعه من الاحياء الدقيقه اللي بتقوم بهضم المواد السلولوزيه اللي تسقط على اسطح التربه وبتتحلل. فمن هون اخذ فكره الكومبوست اللي بدنا نحكي عنه اليوم، طرق تصنيع. ما بحب استطيل عليكم، ولكن بنقدر نعرض سلايدات واشياء، ولكن انا حبيت اليوم انه نسمع بعض شو معنى وكيف اجت عمليه تصنيع الكومبوست، وكيف اجى مفهوم بيل للكومبوست، ومتى بلش وفي يصنعوه بشكل كوميرشلي لغايات الاستعاضه عن الاسمده الكيميائيه. فبلش بيل موليسون بعد ما جمع هاي الداتا والمعلومات، رجع على تازمانيا اللي هي مقر اسوبي استراليا. بعديها شو عمل؟ عمل بروتوتايب، عمل مزرعته الخاصه. تعرف شو كانوا يلقبوه؟ المجنون، كريزي مان. شو بكل المزارعين الاستراليين اللي حواليه بيقولوا هذا انسان مجنون، شو عم بيعمل؟ ليش بيضيع جهده وفلوسه؟ ليش عم بيعمل منظومه غريبه؟ وما كان يعمل منظومه غريبه، هو كان بيجمع داتا وبيجمع اسرار الايكو سيستم اللي تعلمه بغابات الامازون وبجنوب افريقيا وبغابات الدول الاسكندنافيه. يعني في رحلته قام في زياره هاي المناطق كلها. لما رجع على استراليا بلش يطبق مفهومه لعلم الزراعه العضويه المستدامه، فبلش في تصنيع الكومبوست لحتى يحضر لزراعات البيرماكلتشر او منظومه البيرماكلتشر. الكومبوست هذا هو تعريفه، هو عباره عن عمليه الدمج ما بين عنصرين مهمين في الطبيعه اللي هم عنصر الكربون والنيتروجين، والنسب اللي ما بينهم لازم تكون دائما ثابته، دائما 3:1. هاي النسبه اللي اشتغل عليها بيل طول عمره. فمشو المقصود ب3:1؟ اللي هي بطريقه او بمفهوم البيرماكلتشر اللي هي عبارة عن دائما نجمع 3 أكوام مواد سيلولوزية كربونية وبنخلطها مع المواد النيتروجينية واللي هي المخلفات الحيوانية بكومة واحدة، يتم خلطهم استخدام الماء وبعدين بتم تخزينهم لفترة من الزمن، وبعدين بتم عملية الخلط 21 يوم إلى أن تجهز مادة الكومبوست. دائما الريشيو، دائما الريشو، دائما النسبة ثابتة. طبعا اليوم مش هنقدر احنا نصنع الكومبوست على الزومينج، لكن احنا حابين اليوم، انا حاب انكم تفهموا جذور عمليات فهم بل لا عملية تصنيع الكومبوست. في عدة انواع لعملية تصنيع الكومبوست، في تصنيع الكومبوست بالطريقة الهوائية، في تصنيع الكومبوست بالطريقة اللاهوائية، وفي طريقة تصنيع الكومبوست باستخدام الريد ويجلر، وفي طريقة تصنيع الكومبوست بإنتاج نبات الأزولا واستخدامه كأعلاف، وكمان نفسه نبات الأزولا نعمله كومبوست ونستخلص مياهه كمان بنثريها في الكومبوست بعد عملية تصنيعه ونخلطها معه مرة ثانية.
فأنا ما بحب الآن، أنا حابب إنه ما تتوهوا، لأنه عمليات تصنيع الكمبوست هي عبارة عن فن زراعي. إذا كنت أنا في مدينة المفرق غير ما أنا موجود في الغور، غير أنا موجود في عجلون، غير أنا موجود في الجنوب، لأنه كل منطقة لها خصوصيتها، فبدها حتى ينعمل الكمبوست في كل منطقة مش يونيفيرم. بالبرماكلتشر ما فيش إشي اسمه يونيفيرم، ما في وجه واحد إحنا نستخدم. ليه؟ لأنه الأرض بتفرق في الشبر، هذا أجدادنا هيك كانوا يحكوها، وكلامهم 100% صحيح. وزملائنا في التربة والري من الجهابذة اللي أنا بحترمهم جدا، المركز الوطني وغيره، هم بيعرفوا هذا الكلام. لما بناخذ عين التربة إحنا بناخذ على أعماق وعلى أكبر كم من العينات حتى نتحصل على قراءة تعطينا مؤشر شو الأرض بحاجة لسو. فما بالك لما نبدأ أصنع لها الكومبوست، إن بدي أصنع مادة الكومبوست اللي للغور مش حتنفع للتربة الرملية، شوكولات سويل غير عن ساندي سويل وغير عن اللومي سويل. التراب في الأردن متنوعة جدا حتى في قطعة الأرض الواحدة. فصدقا عملية تصنيع الكومبوستينج هو فن، وحتى نتعلم سوا ونبلش نطلق ما بين الناس، ما بين المجتمعات القروية، ما بين الأسر الأردنية. لازم صراحة الناس اللي عم بتتابعنا تدخل في أخذ كورس خاص في هذا المجال. اليوم حبيت أني أنا أحكي مطولا على هالموضوع بفلسفته وفلسفيته. بوعدكم بالمحاضرات إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا الحياة والعمر أنه نعمل شيء بروفيشنال في عملية تصنيع الكومبوستينج لكل منطقة. يعني ممكن أنه نبلش لكل منطقة، نحكي كيف بدنا نصنع لكل منطقة الكومبوست الخاص فيها، وأين ومتى يضاف. فالآن اليوم لما جاني موضوع المحاضرة قبل الأسبوع بتفرج بقول آه الآن لازم أدخل في عملية تعريف الناس في البرماكلتشر، لأنه البرماكلتشر هي حل من الحلول، هي مش الحل الوحيد لكن هي حل في المجتمع الأردني وطبيعته ومن المنتاليتي اللي عايش فيها، هي تركب معه لأنه هي لها أعماق حضارية. وتعرفوا بأنه نجاح البرماكلتشر بلش حقيقة من الأردن بالعام 1999. صندوق الأردن الهاشمي بلش في مشروع البرماكلتشر في منطقة الكفري. فقبل حوالي تقريبا 20 سنة ذكرني جيف فلوتن، هو أستاذي طبعا، ذكرني بأنه صار لك أنت 20 سنة أو 21 سنة أنا أستاذك. فحكيت له يس ريمبر ذات، بتذكر انه بال 99 لما مشينا في ارض المقطص كان زميل ان الله يمسيه بالخير ابو سند مدير احد محطات المركز الوطني في الكرامه، فهو قرابتي وبعتز فيه والله. فوقف بسياره المركز الوطني بال 99 فقال لي انت شو بتعمل هون في الارض هاي؟ قلت له والله بدنا نشتغل، يعني بدنا نعمل صحراء. كانت نسبة الأملاح تصل لحوالي تقريبا 12000 تي دي اس في التربة، يعني مية بحر، يعني تربة بحر، تربة بحر المية. فوقف فقال لي أنا صراحة حتابعك من اي تو زد، يعني بدي أشوف شو بدي يطلع معكم. إحنا هاي الأرض إحنا مقررين في تقاريرنا بأنها أرض لا تصلح للزراعة. فكنت أنا وجيف واقفين في هاي الكلام، طلعت عليه يعني صراحة متردد لأنه يعني هذا شيء صعب صراحة. فجيف حكى لي no we will try، يعني إنه بدنا نبلش. فصدق لما كنا نمشي كل أسبوع بنغير أحذية لأنه بتهتري من الأملاح،
كل أسبوع لازم نشتري حذاء جديد. لكن بعد حوالي تقريبا 6 شهور من عمليات تصنيع الكومبوست وتقليد ما تم في غابات الأمازون واتباع تعاليم البيرماكلتشرز بمبادئها يعني بحذافيرها، بلشت الأرض تتغير في طبوغرافيتها، تتغير في فيزياء التربة، صارت تتغير. صرنا نلاحظ إنه كل أسبوع عم بصير في فروقات. كان زميل إلي ألفت أنا وياه الكتاب، محمد عايش، المهندس محمد عايش، ما أعرفش إذا مع المحاضرين، كان كمان يتابع الفحوصات المخبرية أولا بأول. فقررنا أنا وياه إنه نألف مانيوال. بحب أنا بعثته للشباب المانيوال، ممكن تقدروا تعرضوه معايا يا اخوان. الو سامعيني؟ سامعينك دكتور. حابب انه تعرض المانيوال اذا في مجال؟ هو اللي بعت لي اياها، هيني بعرض فيه. اذا في مجال، لانه انا عندي مشكله بالشبكه. اي صفحه دكتور؟ الاول صفحه، يعني اول المانيوال. اول مانيوال الصورة تبعته. تمام. إذا بتحب دكتور نوصلهم إياه، ننزلهم إياه على جروب. مش مشكلة. هذا المانيول أنا حابب تطلعوا عليه، لأنه في عمليات في حيكون الفحص الكومبوست اللي كنا بنعمله مخبرية، زائد طريقة تصنيع الكومبوست في هذاك الوقت. هذا الحكي من حوالي تقريبا 20 سنة. فكان انطلاقة البيرماكلتشرز من هذاك المشروع في العالم كله. حصد معهد الزراعة، حصد المعهد البيرماكلتشر اللي بأستراليا على الكريدت من عملية نشره لنجاح مشروع الصندوق الأردني الهاشمي في هذاك الوقت، وجاب العالم كله. يعني كانوا هم يستفيدوا منه صراحة بتسويق المعهد البيرماكلتشرز عالميا، حتى سموه Green Spot in the Desert، يعني هذا اللي كانوا يشتغلوا فيه. فاللي احنا الآن إن شاء الله في المركز الوطني حابين نقوم فيه صراحة بدعم وإسناد مباشر من عطوفة الدكتور نزار حداد، مشكورا مدير عام المركز الوطني، عم ندفش موضوع إعادة إحياء نشر ثقافة البيرماكلتشرز بين المزارعين. هذا إن شاء الله الجهد سيرى النور قريبا في محطتين من محطات المركز إن شاء الله، حتتحول بالكامل المحطة من محطات المركز لمنظومة البيرماكلتشر بالكامل. عطاؤهم الحمد لله نزل، وإن شاء الله أنه يتم المباشرة في قريب إن شاء الله. وهذا دعوة لكم جميعا بأنه تشاركوا في متابعة تأسيس منظومة الزراعة العضوية المستدامة. يعني لأنا بدي أصمم نظام البيرماكلتشر، بدي أعمل كومبوست، بدي أعمل نبات الأزولا، بدي أعمل ريد ويجلر، بدي أعمل إشي اسمه البلاك سولجر. طبعا هاي المصطلحات الحمد لله الله قدرنا وعملتها في موقع بتشرف إنه يكون أحد مواقع المركز الوطني بجهد شخصي صراحة، حتى الناس والمزارعين يشوفوا اللي بنحكي عنه. نحكي عن أزولا، نحكي عن ريد ويجلر، نحكي عن بلاك سولجر، بنحكي عن نظام الناتشرال سستينبل هيدروبونيك. هاي مصطلحات احنا ترجمناها على الواقع انك تقدر تتعامل معها وتشوفها. وهذا الكلام عمره سنتين تقريبا، يعني بلشنا فيها بال 2019 الحمد لله. الان صارت عبارة عن معهد تدريب صغير للمزارعين بالمنطقة، وكمان
لكل مهتم، فبنعقد فيها ورشات وكورسات للمهندسين حديثي التخرج في نقابة المهندسين الزراعيين بالتعاون مع المركز الوطني. وبلشنا الآن نطلق هاي الشرارة، لأنه كوفيد 19 علمنا درس محترم، كلنا عشنا الكوفيد 19 شو صار، والإنسان الفطين لازم الآن يفكر مرة ثانية بأنه إذا كان في مجال أنه يعمل حديقته الخاصة المنتجة، وبلش يدرب هالجيل اللي ما عنده خلفية زراعية ولا عنده تصور كيف ممكن أنه يتعايش مع 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 الحظر اللي صار، وما صار في عنده يعني اهتمام أنه أنا لازم الآن أفكر كيف أأمن غذاء من حديقتي أقل. حتى هذا الفكر نوجده بشكل علمي وحضاري في المركز الوطني الآن صراحة. يعني دكتورة مسنات، مهندس يحيى بوصيني، جزاه الله كل خير، يعني عم نشتغل بكل طاقتنا لحتى نكمل هاي المنظومة مع بعض. فالبيرماكلتشر هتكون جهد جماعي، جهد شرارته بتنطلق من المركز الوطني لحتى تصل لكل مواطن أردن. يعني الرسالة اللي علينا حنقوم فيها على أكبر وجه. بتم عملية الآن بناء معرفة تراكمية كيف بده صنع الكومبوست، بإذن الله حيكون متاحة الأمور قريبا. كيف بده يربي الأزولة، موجود. كيف بده يتعامل مع البلاك سولجر، موجود. كيف بده يعمل ويعمل تصميم خاص في منظومة حتى لو على مساحة 100 متر مربع. سألوا هذا السؤال بيل يوم من الأيام بمقابلة صحفية، ممكن تلاقوها على اليوتيوب على فكرة. فسألوا الصحفي قال له يعني أنت شو أهمية البيرماكلتشر، يعني أنت ليش فنيت عمرك فيها؟ طبعا هو توفى وعمره 87 سنة، وبتذكر آخر تقريبا سنة وهو بيشتغل، هو ما وقف شغل في البيرماكلتشر ولا وقف يصمم حدائق للناس. وأصلا صار معه شغلة نافعة حلوة، دائما شو هو بيشتغل، بلم البذور، يعني بيجمع البذور، وعبارة عن بنك بذور متنقل. فبجيبته وشو بتلاقي بذور، هو ماشي برميها، يعني بيختار مواقع استراتيجية وبرمي البذرة وبتابعها. فحتى نصل لمرحلة بناء جيل قادر على أنه يبلش في عمليات الاكتفاء الذاتي المنزلي، هي نواة بناء أردن حضاري جاي للأيام الصعبة اللي ممكن نقدر إحنا نتحدى ونعيش فيها بسلام. فالقادم صعب، يعني أنت الآن أزمة مجد في رافعين إيديهم، بتحب نفتح باب الحوار؟ تعطوني بس دقيقتين وأكيد نفتح باب الحوار بأسئلة. فالمقصود بأنه إحنا ما ظل عندنا وقت كثير نقضي بدون ما نبلش فعلا في عملية إنشاء أكبر كم من الحدائق المنزلية والمزارع المكتفية ذاتيا. يعني المقصود بأنه ناقوس الخطر كوفيد 19 دقوا، فالآن إذا إحنا نظلنا نستنى لما نشوف الزيت، زيت القلي صار يرتفع، صار أول شيء بلش ب 10%، بعدين 30%، بعدين 40%، بعدين 50%، بعدين 100%، لا والقادم كمان حيرتفع، لأنه معظم العالم تأثر في كوفيد 19، وشركات كبرى أنا على اطلاع بهالموضوع انكسرت. ففي خوف على التزويد، في ناس بيقولك لا هاي النظرة، لا مش صحيح، لازم ننتبه لهاي النقطة ونبلش نشتغل من أسرع وقت ممكن حتى ننبه العالم إنه لازم إنه يكون في وعي بهذا الموضوع. الآن أنا جاهز لكل الأسئلة. ريما، نبلش من ريما ولا أكثر ريما؟ طيب دكتورة مسنة، تفضل دكتور. يعطيك العافية، شكرا. يعطيك العافية مجدي، ويعني أنا مبسوطة إنك حكيت على الحدائق المنزلية وكيف كوفيد 19 بين أهمية الأمن الغذائي وأهمية توفير الغذاء
وقديش في علينا عبء احنا كلنا كاشخاص انه نعمل حدائقنا المنزليه واكتفائنا الذاتي من المحاصيل الاساسيه، لو على الاقل الخضار والفواكه والورقيات. ولكن بدي لو سمحت قبل ما نفتح باب النقاش بدي تحكي للسيدات في البيوت انه كيف ممكن يصنعوا الاسمده، مثلا انه ممكن يستخدموا اكياس معينه انه يحطوا بقايا المطبخ فيها، ممكن يعملوا منها الهيوميك اسيد، ممكن مثلا يعملوا الحديد من السلكه يستخلصوه. ممكن تحكي لهم كمان عن الازولا كيف ممكن تنزرع بالاحواض المائيه، هي عباره عن سرخسيات باحواض مائيه بتنزرع بتكون اعلاف للدجاج وللبط وللاغنام، والبروتين فيها اكثر من 21% حسب فحوصاتنا بالمركز. كمان مجدي في ناس مهتمين انهم يزرعوا الالوفيرا كمشروع يعني بزنس واستثمار، وكيف انت تجربتك بزراعه الالوفيرا وكيف زراعته، هل هي سهله وكيف تسويقه، لانك عانيت بالبدايه بتسويقه كالواح او كجل الصبار. يعني هدول الثلاث مواضيع بسوى لو تعطينا سريعا، بعرف انه بتحب التطبيق العملي ولكن لو سريعا نتعرج عليهم قبل لا نفتح باب النقاش، شو رايك؟ هلا انا حتى ازف البشره للي قاعدين في البيوت بانه الحمد لله نحن نجحنا في عمليه تصنيع المزارع البيتوتيه بنظام الريتويكتر. اذا بنحكي عن حدائق المنزليه لتصنيع الكومبوست، افضل طريقه استخدام الريد ويجلر اللي هي الديدان الخاصه في عمليه هضم المخلفات الاكل اللي طالعه من المطبخ واعاده واعطائها لهاي الديدان اللي بتنتج شغلتين، تنتج الكومبوست اللي باودر، وبنفس الوقت بتنتج سائل من الأسمدة الغنية جدا، من أغلى الأسمدة الموجودة في العالم. يعني تستطيع ست البيت إنها تكتفي في عملية تصنيع الكومبوست تي والكومبوست العادي باستخدام هاي المزرعة البيتوتية. مهندس معلش صوتك صار يبعد عن المايك شوي. خلينا أعيدها. الصوت راح لأنه بضعف. هيك صح، هيك الصوت احسن، هيك تمام. هلا اللي بدي يعني ازف البشره لستات البيوت بانه نجحنا الان لحتى نصمم مزرعه بيتوتيه صغيره من الريد ويجلر. شو هو الريد ويجلر؟ هي ديدان بتقوم بعمليه هضم مخلفات المطبخ المنزليه العضويه طبعا، وتحويلها لماده الكومبوست السائل والكومبوست السائل. هسه بتعرفوا بانه معظم الستات البيوت بدها شيء سريع، يعني بدها شيء عملي وسريع لحتى تقوم بتسميد نباتاتها. فهاي الديدان لها اكثر من فائده. اول شيء هي عباره عن دوده بتحتوي على نفس جسمها، بيحتوي على نسبه بروتين عاليه جدا، يعني الدودة بيصل نسبة البروتين فيها لحوالي 65%. وهي الديدان بتقوم بعملية هضم معظم النفايات المنزلية. يعني احنا بنحكي عن حوالي تقريبا المزرعة مساحتها او حجمها الفوليوم تبعها تستطيع انها تتعامل مع حوالي تقريبا 20 ل 25 لتر من النفايات يوميا. ولما بنحسبها احنا مظبوط، احنا بنعرف بانه الفرد الاردني النفايات العضويه اليوميه اللي هو بيتلفها بتقدر بحوالي تقريبا من 800 جرام ل 900 جرام. فاسره مكونه من 6 اشخاص 7 اشخاص ما بينتجوا هاي النفايات العضويه يوميا. فاذا حنتخلص من النفايات ونحولها من مضره الى منفعه. وفي بعض المشاريع قائمة على هاي الديدان. هذا رقم واحد في عملية تصنيع الكومبوست في المنازل أو في الحدائق المنزلية. رقم اثنين، إذا إحنا بدنا نستخدم الدايجستر، يعني في الآن بتوفر في السوق عن طريق مشهورة الدكتورة مسنات في مشروعها صراحة، بأنه قمنا في أحد المشاريع بعملية تصنيع الكومبوست باستخدام الخلاطات. حتى أنا أشرح، وهذا بده تعرفه بده يكون له تطبيق عملي. لكن
أهم شيء نعرفه في عملية تصنيع الكومبوست، خلينا نحكي عنه، اللا هوائي. الكومبوست اللا هوائي، لأنه الكومبوست الهوائي في المنازل حيكون له محاذير، لأنه في روائح تطلع من عملية تصنيع الكومبوست ما بنقدر نسيطر عليها، يعني ممكن نأذي الجيران. فنحن بنضطر في عملية تصنيع الكومبوست الباودر بطريقة التخمر اللاهوائي لعدة أسباب. في عملية التخمر اللاهوائي نحن بنضبط الروائح والنيتروجين المفقود، احنا بندور على عملية في عملية تصنيعنا للكومبوست على النيتروجين. فالنيتروجين إذا كانت الكومة تبعت الكومبوست مكشوفة فأنا بفقده. فأفضل شيء احنا نقوم بعملية تصنيع الكومبوست اللاهوائي في الحدائق المنزلية. كيف بنقوم فيها؟ إذا كنت أنا في بيت وعندي مثلاً نفايات بحجم تقريباً 40 لتر في اليوم أو 20، من 20 ل 40 لتر في اليوم، فأنا بحاجة لحفرة أقوم بتجهيزها وأرتبها بحيث أنه تكون عمق التربة ما يتجاوز المتر ونص، ما يتجاوز المتر ونص. وهي الحفرة بدها تكون مشبوكة مع حفرة صغيرة ثانية بجنبها عشان أستخلص وأستفيد من التي كومبوست الناتج عن عملية التخمر، وأبنى الكومبوست على مراحل ولايرز، وأقوم بعملية الخلط أثناء إضافة النفايات. تهتوا؟ لا لا تمام دكتور، واضح الأمور؟ واضح. فاللي أنا بدي أصله بأنه أنت لما بتجهز ماد عملية الخلط السليمة ما بين النيتروجين والكربون 3:1 زي ما اشتغل بيل وفهم من غابات الأمازون، أنت بتنتج أجود أنواع الكومبوست لحديقتك. تمام؟ تمام. هاي في دكتور في حاكي أنت إنه مخلفات الطعام المطبوخ قصدك، لأنه في ملح بيكون، بعرف أنا. بس أنا فصلت ولا كلكم فصلتوا؟ ريما أنت فاتحة المايك؟ ريما؟ أيوة فاتحة المايك صح؟ صحيح. راح الدكتور شكله فصل. بصراحة كان الصوت يتخافت، بس أنا في عندي سؤال للدكتور. دكتور ولا مهندس راعي؟ دقيقة خلينا نتأكد، مهندس مجدي بس نتأكد إنه موجود. شكله فصل من عندي. موجود موجود مهندس مجدي. ايه افتح المايكروفون مهندس مجدي. مهندس مجدي موجود مرات؟ موجود، يفتح المايك مفتوح، انا فاتح من عندي. ايه هيك سامعيني؟ تفضل. هيك سامعيني؟ نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا شو السؤال بالله؟ في عندي سؤال، أنا في مزرعة بتطلع مخلفات كتير خصوصي في مراحل التقليم، فكان الاقتراح أنه نجيب وود تشوبر أساس أنه كل هذه الأغصان كل هذه الأغصان إحنا منفرمها كلياتها، نعمل ري انكوربوريت جوات التربة نفسها، بنحسن قواس التربة. بس أنا بصراحة تواجهت بمشكلة إنه في احتمال إنه هذه الأغصان يكون فيها بيوت حشرات أو أوبئة أو إشي. طيب. فأنا هيك بعمل يعني عم بدخل إصابات للتربة. صحيح. فكيف أنا بقدر أعقم هذه قبل ما أنزلها على التربة؟ شوف يعني الآن في عملية تصنيع الكومبوست بالطريقة الصحيحة بتم تعقيم التربة، لأنه بترتفع درجة الحرارة الكومة لما أنت بتشتغل الكومبوست صح، بتقتل معظم الديدان وبتقتل معظم السبور الفطريات وبتقتل معظم البكتيريا الضارة. دائما لازم تعرف شغلة بأنه الإيكو سيستم لما أنت بتقلديه أنت بتحتفظي في أكبر كم من الأحياء الدقيقة النافعة. تعرفوا شغلة،
لازم تعرفوا شغلة بأنه علمنا إحنا في الأحياء الدقيقة ما بتجاوز البوينت أو يعني نسبة ضئيلة جدا إحنا بنعرفها عن الميكروبات عن الأحياء الدقيقة. ما بنعرف إنه كل يوم تشكل شيء. فأنت الآن اللي بتعرفه شو هو اللي بيعطيك إياه الإيكو سيستم اللي حواليك. فالناس بعتقد إنه خلاص ألم بعلم الأحياء الدقيقة، وهذا الكلام خطر جدا لأنه علم الأحياء الدقيقة متجدد يوميا، كل يوم بيصير شيء جديد. فأنت حتى تقدر تتعامل بأنك تعطي تربتك مادة نظيفة بدك تقلد الطبيعة شو تساوي، وهذا اللي عمله بالملز وهذا اللي أنا عم بعمله في مزرعتي. بس معلش شو رأيك بالتعقيم الشمسي؟ ممتاز، لأنه الطبيعة تعمل تعقيم شمسي. يعني بيقصر فترة التخمير. النقاش بأنه أنا إذا صار في عندي خلل في خلط المواد العضوية ما بين العنصرين الأهم كربون والنيتروجين، إذا أنا زودت النيتروجين وتجاوزت الريشيو حتصير عندي مشاكل في البكتيريا، وحتصير عندي مشاكل في اليست الخمار. فلازم تشتغل صح، لازم تتعلم صح. العلم بعملية تصنيع الكومبوست أهم من الموديل اللي انت حتمشي وراه. انت بدك تفهم الفيجن والكونسبت بعدين تنطلق. تمام؟ تمام، شكرا. سؤال آخر، مين عنده سؤال؟ مهندس أنا سألتك عن بقايا الطعام، مش بيكون فيها شوية أملاح وملح؟ يعني لما نيجي نخمرها مش بيكون في زيادة ملوحة؟ طبعا. الآن أنت الآن ليش إحنا عم نحكي عن كورس صغير؟ هلأ إذا كنت أنا بشتغل على ريد ويجلر غير عن ما بشتغل على عملية تصنيع الكومبوست الهوائي، وغير عم بشتغل عن كومبوست اللاهوائي. فبدكم تذكروا شغلة بأنه عملية تصنيع الكومبوست لها فن. يعني إحنا بنضيف في الأشز لعمليات التعقيم اللي هو الرماد، في له نسبة في عملية تصنيع الكومبوست أثناء تجهيزه. يعني بعد ما إحنا نخمره ونطلعه وخلطناه صح وكان لونه والتكستر تبعته صحيحة، أصلاً قبل أن نجهزه بنخلطه كمان. فهذا اللي أنا حابب إنه كنت تتعرفوا عليه، وبده يصير تنسيق في المستقبل لجروبات منكم. هذا طبعاً أنا بقترحه بأنه يصير في تنسيق لرياديات. إحنا بدنا TOT من الستات حتى تدور الموقع وتتعلم وتنقل المعرفة لزميلاتها. هيك بتنقل علم التصنيع الكومبوست والبرماكلتشر والتعرف على الديدان. طبعاً بكوفيد 19 فينا محاذير، بس ممكن نقوم بشيء بهالقبيل. يعني إنه يصير في تدريب TOT نتعب عليهم لينقل المعرفة لمجموعاتكم، لأنه المحاضرات النظرية على الزومينج هي بتعطيك المعرفة، لكن أنت حتى تبلش تصنع وتكون ميداني لازم يتم تدريبك ميداني. إن شاء الله بعد رمضان دكتور، يعني إن شاء الله تكون الأمور أفضل، وأكيد منحب وبيشرفنا ننسق معك لأنه فعلا العمل هو كتير أفضل من النظري. يعني البيرميكلتشرز هي علم عملي. نعم صحيح. وهي نقل المعرفة عملي. نعم صحيح. دكتورة سناء تفضلي. استفسار وسؤال آخر. دكتورة سناء الحناوي تفضلي. الله يعطيكم العافية، كيف حالكم جميعا؟ شو أخباركم؟ أعرفها. أنا بدي أحكي لك كيفك دكتور، شو أخبارك؟ الله يحفظك يا رب. خليك ما شاء الله. يعني محاضرة طبعا كثير متخصصة وواضح جدا، ما شاء الله عليك. أنا مش عم بحكي بس بتحبي يعني هيك عبر الجروب وعلى ما بين الجماعة وزميلاتي وزملائي، أيديك بيضة معنا، شكرا كثير. يعني مرشدنا مشرفنا قبل روحي إلنا بمزرعتنا، الله يوفقك دكتور. يعني ما قصرت، وأنا يعني كل عم تفضل فيه مترجم، إذا مش كله إن شاء الله كله يا رب يقدرنا. كثير شغلات معينة الحمد لله، وأتوقع يعني أن الحكي يمكن يكون عندك علميا،
بس احنا لمسنا هذا واقعيا وبايدينا بايدينا تماما. حابه بس اشكرك قدام الكل، الله يعطيك العافيه، ضلك نواره ان شاء الله بهاي المفاهيم اللي انت عم تربط الاجداد زي ما حكيت بالحاليا باحنا الاباء او غيره مع الاحفاد، فانت عم تفكر بطريقه مستقبليه. الله يقويك والله الله يجيب اللي فيه الخير. بس حبيت اعمل اضافه اسمحوا لي. الله يعطيكم العافيه، شكرا. استمي يا دكتوره اذا تسمحوا لي. هذا العزيز الله يخليكم تسلمي. دكتوره سناء، انا بصراحه كنت كاتب اسمك اللي اخليك يعني اطلب منك تحكي لنا شو كيف تجربتك كانت وشو عمل المهندس مجدي عندك في المزرعه. هذا يعني شيء مهم، انه لانه انت لما تحكي عن شيء تطبق يعني بيصير اقرب للذهن، لانه الموضوع اللي عم بحكي فيه المهندس مجدي هو موضوع كبير والعلاقات متشابكة فيه، والسيطرة على الموضوع بمحاضرة واحدة ما بتصور إنه كافي. طيب. ولابد إنه يكون في إشي عملي. العملي صار عندك دكتورة سناء، احكي لنا شو صار عندك يعني بمختصر هيك إذا في مجال. أنا يمكن مش هقدر أحكي بالبعد العلمي اللي تفضل فيه الدكتور. أنا بدي أحكي شغلتين تقريبا رئيسيات. الشغلة الأولى، أهلا وسهلا فيكم بالمزرعة، أماني أنا عم بحكيها وبحكي لك يا السيد سمير والهرج للجميع زي ما بيحكوها الدعوة للجميع. برمضان ولا بعد رمضان؟ برمضان ولا بعد رمضان؟ برمضان ولا بعد رمضان؟ برمضان تفطروا أهلا وسهلا عندنا. اللي بدنا الحضر 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 والحظ ما أعرفش منام عندنا بيت، عرفت إن في عنا بيت ريفي. أهلا وسهلا فيكم من أي مرة وحدة. ما بتعصري، الله يسعدك. الله يسعدك. ما عم بمزح، أنا بس كانت هاي البداية اللي بدي أحكيها، إنه فعلا لأنه على أرض الواقع إذا بتشم ريحة المرمية عنا يعني ما بتصورش قديش، بس نطرحها حدا يشرح يشتريها أو كذا، ريحتها مش طبيعي يعني مش طبيعية، أسفي، طبيعية جدا جدا قوية جدا. هذه على مستوى مرمية، على مستوى زعتر. ليش؟ إنه ولا إشي سماد كيماوي، ما كبينا إشي بالمزرعة. اللي بقول لك زيرو ويست، ذكر أتوقع بذكر سيد سمير البرزنتيشن اللي عملتها قبل هالمرة، ما كبينا. كان في حجار مجمعين هون وهون مثلا، هاي الحجار كلياتها حطيناها بسويلز. يعني سوري، أنا أقل واحدة بشتغل، في عندي خواتي ثنتين وفي عندي خي حبيبي، هي المهندس عم يشتغل، انا عم بحاول بشتغل كثير بالابحاث والكذا، فمقسمين شوي الشغل. الله يخليك. فشو بدي احكي لك، الاعشاب الضاره، في إشي معين يمكن دكتور مجدي ساعدني فيها، كان في إشي معين يضر الزيتون، في اعشاب ضاره هيك طويله ما بعرف كيف حطها مع خي مهندس، مع انه عم بيشتغل كمان بمزرعه بايده وعم نتشارك تقريبا، بس لا حرام العمل الفعلي مهندس خي معا، حطها قضت على إشي معين بخص الزيتون، قضت عليها من خلال عشبة من الأرض، انحطت وين؟ تحت عند كعب الزيتوني. شو بدي أقول لك، عملنا طبعا حصاد مائي الحمد لله، عندنا بركة، ما في يعني بغض النظر، عم نحكي عن تراب، عن الحجار، شو سموها الزراعة المتداخلة، يعني بمعنى آخر حطينا المرمية وحطينا الزعتر وفي عنا تنقيط وفي عنا مشاريع كثير لسه إن شاء الله إذا الله تعالى راد، في أكوابينكس إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله ما نستخدم كمان الطاقة الشمسية إذا الله تعالى راد، لأنه سوري وقفنا لمرحلة معينة من السيولة، فاللي عنده أي شيء يتحسن عليه. سوري أنا مش قصدي يساعدنا ويدعمنا، مش قصدي أنا مش تحسن، بس عن جد الحمد لله. بس ما أنجز سيد سمير كثير في عملية صيانة وعملية متابعة حثيثة، يعني أبدا مش عم بتدمر، بالعكس عم بنبنى شوي شوي. دكتور مجدي أيدي بيضاء عالي جدا صراحة، ما في أي خطوة إلا غير استشارة إله، بحسار حاضر أكثر مرة على المزرعات. دكتورة مسنات كمان وفريق المركز الوطني إجا أكثر، إجا مرتين أو ثلاثة، وإجا فريق حوالي تقريبا ما لا يقل عن 10 أخذوا صور. يعني بتفوت على المزرعة، أي نعم مش كبيرة 7 دنومات، لكنها متعوب عليها، متعوب عليها منيح والله بيعلم. ومع ذلك طموحين، إذا تدخلي بشغلات شو استخدمنا سماد ما سماد، أنا ما راح أقدر جاوبك، هاي دكتور مجدي يخبرك عن تجربتنا. وأهلا وسهلا فيكم كلكم، بارك الله فيك. بس بدي أسألك، الفريق اللي إجي عندك صور قبل الغداء ولا بعد الغداء؟ أستاذ سمير أهلا وسهلا، عين خير، قلنا أنا بدي أجي الساعة الفلانية والمنصف قدامك، حيا الله. لا لا لا، الشيء بالشيء يذكر،
يشيل شيوت. الله يرحم مازن الكباج، مازن الكباج لما كان يروح عند المزارعين يقول لهم بتحبوا نصور قبل الغداء ولا بعد الغداء؟ يعني على أساس إنه هذا مضمون. حال إن شاء الله ما بنقصر وما بنقدم غير واجبكم، وإن شاء الله ما بنقصر. بس أنا اللي بدي أقوله حقيقة زي ما حكت في مهندسة قبل شوي، حكت إنه هذا بينعمل على small scales، يعني مزرعة 7-8 دنومات 10 دنومات ممكن إنه يزبط فيها النظام هذا، بس على مساحات كبيرة 50 و60 دنوم ما بعرف شو رأي المهندس مجدي بهالموضوع هذا، يعني المزارع الكبير شو الوضع؟ هلا هو برنامج وطني صراحة، يعني الآن في جعبة المركز للمستقبل إن شاء الله المركز الوطني حاطين إحنا خطة استراتيجية، يعني عم بنبناها أنا والمهندس يحيى والدكتورة. الفيجن واضح، يعني الآن البيرماكلتشر إحنا الهدف الاستراتيجي نبلش فيه إنه نقوم بعملية دعم المزارع الأردني. كيف بدنا ندعم المزارع الأردني؟ بإنه نبلش ندخل لأسرته مفاهيم الزراعة المعمرة، بحيث إنه يصير عند المزارع حالة من الاكتفاء الذاتي القوي اقتصاديا. يعني إذا كنا بدنا نتحدث عن برامج دعم حكومية قصيرة الأمد لدعم المزارع والقطاع الزراعي، بدنا نفكر كيف نقوم بعملية إدخال مفاهيم الزراعة العضوية المستدامة البيرماكلتشر لست البيت، لفناء البيت في المزرعة. يعني المزارع اللي عايش في مزرعته هذا بيكون عندي أنا هدف استراتيجي إني أنا أساعده بحيث إنه يكتفي ذاتيا في بروتوتايب شبيه في البروتوتايب الموجود عند الدكتورة سناء في مزرعتهم اللي في منطقة دحل. أنا حاب إني أحكي عن هاي المزرعة شوي لأنه اشتغلناها نحن كمركز وطني. هاي ثمرة النجاح في مزرعة سناء بأنه لما تم فحص الزيت الناتج عن خلنا لمفاهيم الزراعة العضوية، كان الدكتور سلام الله ربي يمسيه بالخير دكتورنا ونعتز فيه، كانت المخبر المختبر البستنة أول مديرية تكتشف سر نجاحنا في عملية الحصول على نتائج من الإكسترا فيرجن. هذا التعب اللي تم والجهد اللي تم لإعادة تأهيل المزرعة وإدخال مفاهيم الزراعة العضوية كان ثماره أن نحصل على زيت إكسترا فيرجن، كانت النتائج مذهلة صراحة. وحتى أصحاب المزرعة لما يروحوا يعني يعطوا عينات زيت للناس كان الزيت فعلا مميز. الميرامية والزعتر والنباتات نفس شجر الزيتون كيف تحسن، ليش؟ لأنه نحن حاكينا الإيكو سيستم بما عمله الأجداد كيف تعاملوا مع السناسل مع القنوات الكنتورية، احنا رجعناها بأسلوب حديث علمي، دخلنا حتى صخور الدولومايت ستون فكرنا في منفعتها. صعب جدا ان اشرح لكم شو التعقيدات اللي بيسموها الفنيه تبعت البيرماكلتشر لحتى نصل لهي النتائج، لكن نجاح هاي المزرعه معناها نستطيع فعلا انه نكتسح اسواق العالم بنوعيه زيت زيتون فاخر. ف تطبيق الايكو سيستم ونظام البيرماكلتشر في هذيك المزرعه كان له صراحة أثر مباشر على نوعية الزيت. هلا الآن ما كان بيطلع منها أي دخل هاي المزرعة قبل لا يشتريها معن ودكتورة سناء، ما كانت تدخل أي نوع من أنواع الدخل. فإدخالنا لمفاهيم السيفن لايرز اللي هي زراعة 7 طبقات، هاي ما نقدرش نحكي فيها اليوم لأنها موضوع طويل، وإدخال النباتات بالسيفن لايرز أول نتائج تحصلنا عليها أنه أول تقريباً 100 كيلو ما قعدوش. بتوقع الدكتور سناء بتعرف أنه بالمحل ما بيقعدوا 2 أو 3 بنباعوا
من الرائحة العطرة للميرمية والزعتر. فهلأ بدنا ندخل المفاهيم اللي هي البايو دايفيرسيتي، تنوع في المزرعة، من اللي ذكرته دكتور سناء في استخدام الهيدروبونيكس، بس حيكون ناتشرال سستينبل هيدروبونيك، إدخال الحيوانات للمزرعة مثلا، عبارة طيور الحمام، أمراج الحمام كيف تتوزع، كيف بنوزع الشيكين تراكترز. طبعا هاي المصطلحات بتلاقوها بالمانيوال، زائد التصميم للمزرعة. زمان لما كنا نوقف فيها بالمزرعة كان سناء ومعن وأخواته وقفوا، ما كان في شيء. هلأ بتوقف في المزرعة بتحس في التنوع، بتحس إنه في منظومة إيكو سيستم عم تنبل. فأنا بستأذن الدكتورة إنه لو صار في تم ترتيب لشباب حتى يزوروا الموقع ويتعرفوا برضو جيد. أي استفسار آخر أنا جاهز. ياريت أنا بدأ بس يعني أعرج على الكلام اللي تفضلته دكتور. طبعا شكرا كثير لك على مصطلحاتك، لأنه يعني سال سمير والهرج للحكي للجميع لتون كلكم. فعلا اللي تفضلت فيه، توقف المزرعة، الأرض نظيفة، الأرض عليها مزروعات، في تنوع، في كذا، يعني بتحس كأنه يعني سبع دنومات، لكن كأنك عم تطلع عبارة عن إشي عم تعمل حوالي متر بمتر، بكثر ما هي متقنة الحمد لله. وزي ما تفضل دكتور مجدي، بس تنزل المرمية عند أي ناس مباشرة، يعني بياخذها بالكمية بالكذا، عليها طلب بطريقة فظيعة، لأنه بكون ما شاء الله. يعني أول إشي الريحة، بشم الريحة، الريحة بتكون كثير مغرية، يعني بطريقة أنه يحصلوا عليها. فعن جد شكرا دكتور مجدي كثير كثير. أنا حاب طبعا بالساتني، أنا بشد على إيدك دكتور مجدي، أهلا وسهلا فيكم عن جد. يعني إذا كان في أي ترتيب، إما عن طريق الشبكة أو فرادة، ما عندنا مشكلة أبدا، أهلا وسهلا فيكم. وفعلا عشان تشوفوا على أرض الواقع. حابي آخر شيء، بديش أنا أخذ وقت كله، بدي أحكي للدكتورة مسنات شكرا إليك، لأنه فعلا أنا ما شكرتك قبل شوي، لأنه عملت ترتيبات الزيارات وكذا، وأصلا إحنا متواصلين مع المركز الوطني. دكتور مجدي ما قصر، ودكتورة مسنات ما شاء الله عليكم، الله يخليكم كلكم. مين عنده استفسار؟ أخوي يا جماعة، مساء الخير للجميع. دكتورنا أخونا يعطيك العافية زميل مهندس مجدي، الله يحفظك. يعني شكراً على المعلومات والخبرات، يعني إحنا بنعتز فيك في المركز الوطني، الله يحفظك. المكسب للمركز، يعني عندك أنت خبرات طويلة في مجال الزراعة المستدامة والعضوية، يعني صحيح، وشغلك يعني رائع جدا وتطبيقي. فمن خلال الفترة اللي يعني اللي عملتوها في المشاريع، صار في يعني نقل نوعية في هالمجال. يعني صحيح انه هي الزراعة المستدامة هي العودة للأرض، يعني هي من اهم الامور، خاصة عملية تصنيع الكومبوست، هي اساس الزراعة، يعني صحيح. زراعة الأجداد، وهي زراعة كمان المستقبل برضو، يعني صحيح صحيح. الزراعة المستدامة والزراعة العضوية يعني مهمة جدا. يعني في الأردن يعني كان في مراحل مختلفة لما كان في مشاريع الزراعة العضوية والتوسع فيها، ولكن فجأة تتوقف الأمور حتى يجي مشروع جديد ونتوسع وننقل هالتكنولوجيا والتقنيات للمزارعين. فإحنا بحاجة إنه يعني يكون في توسع أكبر في تقنيات الزراعة المستدامة، يعني ننشرها لأكبر عدد ممكن من المزارعين، وكمان المهندسين الزراعيين خاصة حديثي التخرج. يعني هي بالأساس زي ما أنت حكيت، هي أمور عملية تطبيقية، وما واحد بتعلمها غير لما يمارسها في الميدان وفي الحقل. صحيح. من الضروري أنه يعني خاصة في الجامعات في كليات الزراعة يركزوا على هاي الأمور. واحنا في المركز كمان يعني في عنا الطلاب اللي بيجونا من كليات الزراعة بتدربوا عنا فترات، يعني كمان يعني التركيز على كيف يصنعوا الكومبوست والزراعة المستدامة والزراعة العضوية يعني مهم جدا. نعمل يكون في توسع ويكون في مشاريع أكثر من هيك، وتصل يعني في مناطق الأغوار، مناطق المرتفعة، مختلف المناطق، لأنها البيئات مختلفة. فيعني نشاط رائع، وإن شاء الله يكون في يعني في المستقبل نصل، نرجع للزراعة الطبيعية من دون كيماويات، من دون مبيدات، ويعني يكون في عنا إشي متكامل
يمكن هي الطبيعة الجفاف بيأثر سلبي على الموضوع، بس ممكن في التقنيات اللي حكيت عنها الحصاد المائي هاي نتغلب على مشاكل قلة الأمطار والجفاف، وتكون يعني هاي هي في حلول، يعني البيرماكلتشر فيها حلول لكل شيء، كل مشاكل اللي ممكن، لكن بدها خبرات. الخبرات هي يعني كمان حتى بعتبرها نادرة في عندنا هنا في عندنا في البلد، محدودين اللي بيشتغلوا في هالمجال، عددهم محدود جدا. فيعني كويس انه يصير في يعني ايصال نقل المعلومات والخبرات لاكبر عدد ممكن من المهندسين الزراعيين والمزارعين والفنيين، حتى يكون في عندنا توسع. وشكرا للشبكه الشبكه النسائيه الاردنيه للزيت الزيتون على يعني اهتمام بالموضوع، للدكتوره مسنات كمان لها مجهود واضح في من خلال المشروع اللي بتنفذ، ويعطيكم العافيه. شكرا لكم. شكرا جزيلا. مهندسة ريما تفضلي. ريما السلام عليكم مرة ثانية. معليش مرة ثانية سؤال. دقيقة بس ريما. ليث في أسئلة كمان على الشات للدكتورة أمل بس بعدين اوكي بس بعد ريما تفضلي يا مروة تقرأي. تفضلي ريما. أنا أول إشي بدي أثني على رأيي إنه يعمل لنا دورة على البيرماكلتشر، لأنه نحن كلياتنا مش عارفين الكونسبت لسه ما استوعبنا. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية أنا اللي سألت إنه ديش أقل مساحة يمكن تطبيق البيرماكلتشر، يعني أنت عم تحكي على حديقة منزلية مع ستات البيوت، أنا تعاملت مع ستات البيوت حولنا حدائق لحدائق منتجة، بس نحن عم نحكي على نص دنم ربع دنم، وفي بعض المرات كنا نعمل كونتينر جاردنينج منتج، يعني أحواض فيها تشيري توميتوز، فيها فراولة، بس لمجرد أنه تصير منتجة للمنزل. بس إذا البيرماكلتشر بتطبق على مساحات صغيرة مثل مثلا الحديقة المنزلية اللي بتكون مساحتها ربع دنم أو شيء زي هيك، وكتير حلو أنه أنا من مناصرين أنه الواحد يرجع زي أيام زمان كانوا في عندهم انسجام مع الطبيعة، في عندهم هارموني، لدرجة أنه مش بس المخلفات كانوا هم يتعاملوا معها، كمان كانوا يتركوا شوي للطيور، كانوا مثلا في ألفة بينهم وبين البيئة. هاي الشغلة نحن كتير مش ملاقيينها هلأ، حتى أطفالنا عندهم عداء للنباتات، يعني إشي بيستاهل أنه نشتغل بهذا الموضوع. أنا كتير مهتمة بالبيرماكلتشر، وإذا عملت الدورة بكون أول مسجلين إن شاء الله. هاي اللي انت شرحتي هي روح البيرماكلتشر. اذا سمحتي لي مجدي، الله يزيد فضلك. اول اشي احنا بنشكر ريما لانه هي منسجمة كتير مع البيرماكلتشر، هي بتطلع بيرماكلتشر وهي مو عارفة. هلا البيرماكلتشر انك هو سيستم للحياة مثل ما حكى مجدي، وانك تعمل مع الطبيعة وليس ضدها، وتوصل لزيرو ويست فارم، يعني ما في اي مخلفات، هي عبارة كلها بتستخدمها، بتعملها ريوز وكلينج. إحنا إن شاء الله مجدي بنوعدهم بزيارة إنهم يزوروا الرامي عندك، النموذج اللي أنت عامله. إحنا هلأ عندنا 3 نماذج جاهزة، إما بالرامي أو عند الدكتورة سناء الحناوي، أو إن شاء الله يمكن كمان عند أبو الهنوف بالمجدية بالوقت الموقر، كمان نفذنا بيرماكلتشر ديمو سايت، ممكن انهم يشوفوه. هلا في ناس مجدي عم بيسالنا عن الكلفه تبعت البيرماكلتشر، اللي بدنا نحكي لهم اياه انه ما في، انت حكيتها بالمحاضره، انه ما في سيستم واحد بيرماكلتشر، يعني كل ارض او كل منطقه يتم تنفيذ ديزاين مختلف. عشان هيك احنا اول شيء بندرسه لما ندرس البيرماكلتشر بندرس ديزاين، هاو تو يعني تعمل ديزاين البيرماكلتشر قبل ما انت تعمل الحديقة. فما فيك تحكي عن التكاليف، لأنه إحنا عملنا بيزنس موديل للماجدية بالموقر، لكن هذا البيزنس موديل يعني لا يمكن تطبيقه على كل مزرعة بنفس الطريقة، لأنه كل مزرعة لها خصوصيتها، ويمكن تطبيقها بأقل مساحة أو بأكثر مساحة. وإنت هلأ مشروعك اللي بالجناترة كمان ما ذكرته مجدي، بالصحراء عم تزرعوا يعني بظروف صعبة جداً. صحيح. فإحنا إن شاء الله ممكن يكون بعد رمضان الزيارة بتكون أنت كملت، لأنه أنت هلأ عندك كورس الله يعطيك العافية بتدرب المزارعين بالغور على تصنيع الأسمدة مع Partners for Good،
الأسبوع الماضي كان عندك كمان تدريب مع نقابة المهندسين للمهندسين الزراعيين، فإحنا إن شاء الله إنه بنكثف جهودنا بركي بعد رمضان إنه الشبكة النسائية قدروا يعملوا زيارة وقدرنا نعمل تطبيقات عملية، لأنهم طلبوا كمان الوكينج بيد مجدي. كتير في أشياء، الحصاد المائي، حصاد الأسطح، كتير في التقنيات الناس بيهتم فيها، الأزولا، الألوفيرا. نسيتي دكتورة مشروع المدرج الروماني وسط عمان، كيف نعمل الوكينج بيد؟ يعني كان عملت لهم محاضرة مجدي عن الوكينج بيد اللي عملناه على سطح الفندق بالداون تاون، فحضروا معنا المحاضرة، يعني عدد منيح من الشبكة ومن برا الشبكة حضروا معنا عن مشروع تويك، وفي فيلم أنتجناه إن شاء الله إنه بنرجع بننشره عن سهل عليهم كيف إنهم يحاكوا هاي التقنية. إحنا مبسوطين محاضرة اليوم، وفي كمان الخميس مجدي مع المهندس يحيى أبو صيني. مهندس يحيى أبو صيني هو منسق مشروع الزراعة المستدامة كمان في المركز الوطني، راح يعطي محاضرة. كمان عندنا الزراعة المائية مهندس إبراهيم أبو رمان برضو محاضرته يوم الأربعاء. فإحنا عم نحاول نغطي. في عندنا كمان مشروع جديد مع الطيبة، فراس الطيبة، طلبت كمان منه محاضرة، عامل مشروع صغير على الزراعة المستدامة. فإحنا بنحاول إن ننشر هذا المفهوم يعني قدر المستطاع، ونوعي المفاهيم اللي بتهتم بالبيئة وبالطبيعة. وبشكرك مجدي، ما بدي أطول عليك أكثر. الله يحفظك يا رب. أنا بس حبيت أنه أختتم أشكركم جميعا لحسن صبركم وسماعكم وصدركم، سعة صدركم. اللي أنا بدي أحكيه بنهاية المحاضرة بأنه الكلتشر هي مش حكر لشخص، هو حق لكل شخص أنه يمتلك هذا العلم وهذا السلاح للأيام الصعبة الجاي. وإحنا إن شاء الله حيكون جهدنا مع بعض لحتى نخرج تي أو تي اللي ينطلقوا ويكونوا قيادات مجتمعية منتجة. البلد بحاجة لهذا البشر. جلالة الملك بأواخر حديث الفترات الأخيرة ركز على هذا الموضوع. إحنا الآن الوقت عم بيداهمنا صراحة. يجب علينا أنه صراحة نكاثف جهودنا أنه نخلق من أبنائنا وبناتنا هالجيل اللي عم بعيش هاي الظروف الصعبة، نخلق منه إنسان مبدع منتج ويحمل مبادئ الحياة البيئة النظيفة. والأردن يصير يعني إن شاء الله أنه يصير محج. مهندس مجدي، كأنه الصوت أصلاً في مشكلة بالنت. نهاية اليوم كتير تغلبنا بالنت، عم بفصل كل شوي. والله يا ستي أكيد إن شاء الله الله يحفظ بلدنا، مش مشكلة. المهم دكتور، مهندس مجدي معانا؟ مجدي معانا؟ المهندس مجدي معانا، تفضل فتح الميكروفون. مجدي معنا المهندس مجدي؟ واخيرا حكيت اليوم، ما حكيت المهم. بدي احكي اخر واحد انا. مهندس مجدي سامعنا؟ مجدي بدنا موج مجدي، ما بالاغوار بحكي من تحت ولا من فوق هو؟ والله لا بيطلع من الاغوار، ما هو مشوار. مشوار مهندس مجدي انا اكيد. احكي يا ابو رداح، احكي. مش راح تعرف تجاوب. احكي انا ما جاوبكش. هاي اسمع، هاي الدكتور سلام جاوبك. احكي ما عليك. اكيد والله ما بنفع فيها غير مجدي. مجدي ده سؤال علمي. الله ميالك يا مجدي. نعم حبيب الشعب مجدي. طبعا حبيب الشعب. ما شاء الله عليكم جميعا. محمد طالع من محاضرة النقابة 4 ساعات وجاي هون كمان 4 ساعات، الله يعينك. لا ما كملتش فيها. بينك لا كملتها انا والله يصدق. انا بقى انا بحب الاشياء العمليه، ما بحبش الاشياء اللي فيها كلها علم علم علم، ما بنفع. بدنا قلنا له بدنا عملي، اعطيني التطبيق. يقول لك انا بحكي علم علم، شو استفدنا منه؟ ايش انا ان شاء الله بندعيكم الشبكه النسائيه الاردنيه بتدعيكم
دورة عملية، شو رأيكم؟ طبعاً أنا أول واحدة. أحسن إيش العمل؟ السؤال الدكتور محمد، تفضل. تفضل أيوة الدكتورة بستعد جوابك، يلا. والله بجوز تعرف تجاوبي. بدي أحكي لك أسألك على شغلة. ذيك اليوم حضرنا محاضرة مع النقابة عن استخدام مياه المعالجة. فهي دكتورة هي دكتورة مدنية على فكرة، بس يعني هي بألمانيا بتشتغل في المعهد. فحكت كلام غريب. حكت عن بدنا نحكي على موضوع الايروبيك ان ايروبيك. حكت انه لما في المياه العادم بدخلوا بكتيريا زي ما بنعمل بالتسميد العضوي اللي هو تحليل السماد العضوي. قالت انه اذا في شيء اسمه نيتريفيكيشن دينيتريفيكيشن عاد اذا بتعرف فيهم هذا مستنى مجدي كمل الان ايروبيك بس بدها مجدي والله هي هذا دكتور بس موجود مجدي موجود الان اوروبك حكت انه لما تتحول النيتريت الى نترات هذا بسموه نيتريفيكيشن بقول لك غلط انه كل مي فيها نترات عالي فبيعملوا فبتخلوه بخلوها ان اوروبك دي نيتريفيكيشن تعول النترات لنيتريت فبدنا نسال مجدي بالنسبه للسماد ايش وضعه لان هي بتحكي بقول لها انا حكيت نفس كلامكم قال لا الكوم قوم الزبل في داخله من جوا ان ايروبيك برا ايروبيك لا والله معلومات اول مره بسمع فيها ما لناش غير مجدي نتاكد منه في القصه هاي عشان هيك بدي مجدي بتعرف موجود مجدي اكيد سمع السؤال انت هيك سمعوا خلص ريح مجدي مجدي لا مشتغل الميكروفون مش شابك على الاوديو خلص خلي شو اسمه سمير بيك يكمل لا يا حبيبي لا يا حبيبي الله يرضى عليك ابو رداح انا مش قدك انا بساله يا شخصي بتليفون اتصال لا 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 انا مش قدك انت خلطت موضوعين دكتور انت خلطت موضوعين انا حكيت لك المادة الانيروبيك والايروبيك وخلطت المياه العادمه ومعالجتها باستخدام البكتيريا فهدول موضوعين ما هو انا ليش حكيت لك على الواتساب ببعث لك ال قلت لك استنيت هذا هو انت خبير في الشغلات هاي هذا هو محمد ابو رداح دائما بيخلط كل شيء ابدا لازم حرفت أشتت القدامي لازم أشتته ما أنا اللي ببعت له يا زلمة ولازم تلف وتدور ما بنفع مباشر نعم شكرا المهندس مجدي ما عم بقدر يشوك الأوديو ما بنطول أكيد إن شاء أكيد إن شاء الله في المرات القادمة في المزرعة بالبرامة بالتعاون ما بين منظمة باتنا والمركز المركز الوطني نساعد في عمل كورس خلاص لعد لك سؤال قبل فترة كان في دورة في النقابة على المياه المعالجة تمام الدكتورة هي دكتورة مدنية مهندسة مدنية دكتورة مهندسة مدنية بس تشتغل يعني بألمانيا وعندها والله فكر منيح فبتحكي عملية هي نفس عملية المعالجة زي عملية التخمير في السماد إنه البكتيريا لما تكون قوية جدا بتحول النيتروجين لنترات هاي بسموها نيتريفيكيشن طبعا بتصير بالزبل هاي صح صحيح بتقول لك لما يزيد التركيز كتير نضطر نخليه ان ايروبيك يعملنا دي نيتريفيكيشن لانه نترات عالي جدا مشكله صحيح مشكله فيا ريت تفهمنا بالار ايروبيك والان ايروبيك تفهمنا القصه شو بصير بالسماد احنا كالتالي اللي بنشتغله نحن او مش اللي انا اشتغلت هذا اشتغل معهد البيرماكلتشر باستراليا بانه تم محاكاة ما يتم تكونه ما بين عنصري الكربون والنيتروجين في الطبيعة يعني كانوا يحتسبوا عدد الطيور اللي بتكون موجودة على الأشجار أثناء تساقط الويف تبعتها على مجموع المالتش اللي هو الجراوند مالتش كفر فدائما كانت حتى تصير عملية التحلل لازم تكون النسب متقاربة من 1 إلى 3 فالآن اللي عم يشتغلوا في العملية هضم مخلفات الإنسان وتحويلها لكومبوست هاي احنا ندخل في مخاطر كبيره لسبب استراتيجي لانه احنا الانسان مخلفاته اذا عم نحكي عن هذا الموضوع صعب السيطره عليها لانه نحن بطبيعه اكلنا ما بين عنصري الدهن
الجلوزيه. المخرج النهائي للانسان صعب التعامل معها، لازم تكون تدخل في عمليه، يعني حتى انت تحاكي الطبيعه شو عم بيصير في الطبيعه، بدك انت تكون حذر جدا، لانه نسبه الهازدس الموجوده في هاي الكوما خطر جدا على اللي بده يشتغل فيه. انا تابعت هاي الدكتوره، احتمالات المخرج النهائي من عمليه تحليل كومه الكومبوست الناتجه عن عمليه تخمير مخلفات الانسان خطيرة جدا. يعني انا من الناس اللي بكون حذر جدا في الحديث عن هذا الموضوع، مش فقط لابعاد يعني اخلاقيات او دينيه، لانه خطوره التعامل معها تذكرني في شركه بيسموهم بوك تكنولوجي. بوك تكنولوجي في واحد بروفيسور اشتغل على هذا الموضوع، تعرف هو وين لوين وصل في هذا الموضوع؟ توجد بانه افضل حل عمليه تصنيع مخلفات الانسان تحويلها الى شاركول الى احد. مجدي اذا سمحت لي، هو بيحكي على الويست ووتر، هلا مش بتعالجوا الويست ووتر والمياه الجري ووتر بالمعالجه البيولوجيه؟ اوكي، مش بيكون في بكتيريا معينه حتى انه تعملوا معالجه للمياه وتصير صالحه؟ طبعا انا هذا اللي بدي اقصده، انه حتى احنا نقوم بعمليه فلتره المياه الناتجه عن عمليه تصنيع المتخمير الكومبوست، فهي بروسس طويله جدا. فالحديث اليوم ما بيسعني ان نحكي عن هاي الحلقه البيئيه المعقده، عمليه التخلص وتحليه هاي المياه. ففي الان انظمه حديثه اشتغلوها، باكثر ناس شغالين الهولنديين على هذا الموضوع، وانجلترا شغالين عليه، يعني عم بياخذوا نتائج. لكن احنا في الاردن الان صراحه ما بروح لهذا الاتجاه الى ان نعمل الهوم وورك تبعتنا في عملية تصنيع الكومبوست أولا بداية من المخلفات الطبيعية. الله يعطيك العافية، تسلم. عملية شوية معقدة. هو مزبوط كلامك، هي كانت كثير تحكي على السلاج انه خطير جدا 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 بسبب الفسفور والنيتروجين. الفسفور اكثر شيء ركزت على الفسفور، لانه شو مساوي سويل بويزنج عالي جدا بالفسفور. طلع تعرف شو المشكله وين؟ انه السويل بويزنج السلاج، حكت عن السلاج هي. طب نعم نعم، الله يعطيك العافيه، شكرا. انا ما بروح لهذا الاتجاه في هاي المرحله، دول متقدمه كثير اشتغلت فيه وما عم تحصل على نتائج لحد علمي للسنة الماضية. لا، قالت هي بالأخير إنه يحرقوه حرق ويأخذوا بيستاخذوا أحسن. لا، هو بتحاولوا، تقدر تحاولوا لشار. قالوا بيعملوا تشار وبيطلع منه، بيحرقوه وبيريحوا راسهم منه. صحيح. الله يعطيك العافية. يعني بس معلومة مشان الجميع يسمع عنها، يعني بس. لا بعرف، أنت عارف الجواب بس بدك تسأل، أنا بعرفك يا محمد. الله لك عارف، حفظنا عن غير. أنا لا والله، لا والله، الهدف الكل يفهم، يعني عدم مؤاخذة. أوكي. هذا هو الهدف والله. شكراً لكم. شكراً والله يعطيكم العافية. شكراً مهندس مجدي على المحاضرة الرائعة، التفاعل من الجميع، الكل اللي عنده مزارع عم بيقدم إنه فعلاً بتمنى ننفذ الدورة العملية عنده. فخورين والله. أنا يعني بدي أحكي لكم، وأنا بسمع وبشوف ما شاء الله عليكم الخبرات والعلم اللي عندكم والتجارب اللي عم بتقوموا فيها، بصراحة إشي يسلج الصدر، وراح يعني بشوف إنه في مستقبل كتير جميل ورائع للزراعة. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى إنه فعلا الله دايما بدعي اللهم اجعلنا من أنفع الناس للناس، لأنه أنت يعني فعلا اللي تحدثت فيه مهندس مجدي، هو أنت بدك تدرب وتنقل العلم والمعرفة، وهذا اللي لازم يصير حتى فعلا نستمر في هالحياة بطريقة صحيحة. شكرا جزيلا، وإن شاء الله إلى لقاء آخر أكيد. شكرا للدكتورة مسلمة سلات على حسن التنسيق، شكرا للجميع، شكرا لكل الكوادر الموجودة وللمشاركات، شكرا لكم، تصبحوا على ألف خير. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. هلا هلا هلا، العافية. يعطيكم العافية.
يعطيك العافيه دكتور مسنات، يعطيك العافيه.